أنا سامر سلمون من معلولة، بشتغل هون بالفرن من أنا وصغير مع الوالد طبعاً، وربينا بهالمصلحة وضلينا بهالفرن. هذا الفرن هو أساسه قديم كتير، تأسيسه 400 سنة. أبي استلمه كان عمره شي 22 سنة، مات ابن 80 سنة، يعني نحن قلنا شي 150 سنة. نحن على طول منجي لهون الساعة 5 منجهز الشغل، يعني بالسبعة بيطلع الشغل، بس أيام الخبز كنا نجي الساعة 2 بالليل. أنا بستلم البسطة هون، سيمون جوا، العجين الشغل، سامي الخبيز. خبز الإربان هذا خبز للكنائس، يعني ما بيشتغلوا شيء إلا بلا، لكل شيء بيصير. نحن بنعجنا أول شيء بنحط الطحين، بنحط المواد، وبنعجنا من رايحة شيء نص ساعة، منقطعهم ومنقرصهم ومنرقهم ونحطهم بالصاجات بالمرايحة، بعدين على الخبيز. أنا عشت هون بالفرن مع أهلي، لحقت عمي يعني أيام كان يعجن على إيده، يعني ليك العجانة تبعنا هي أول عجانة بتجي على سوريا، بس نشتغل فيها شيء شغلة يعني، ما ضل حدا ببابتوما إلا جاي يطلع عليها. أنا وقت كنت أوقف على الرقاة هاي الفتيحة هديك، كان يحطوا لي كيسين طحين لأوقف عليهم. هذيك الأيام كان الدنيا بخير، العالم بحبه.